الله يقول فيما يتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة، يقول أرى كثيرا من الناس لا يهتم بالتراصي في الصلاة فتكثر الفروجات والخلل، فهل من توجيه في ذلك ونصيحة؟ نوجهك أنك توجههم، قل لهم يا جماعة ترى مراصة الصفوف، سد الفرج وتعديل الصفوف هذا من تمام الصلاة، احتسبوا جزاكم الله خيرا. نبههم وبين لهم إذا رأيت منهم إهمالا، وإن كنت إماما فهذا يلزمك في كل ما تريد أن قبل تكبيرة الإحرام أن تتأكد من استقامة الصفوف ومن سد الفرج، تأكد من هذا قبل تكبر تكبيرة الإحرام، هذا واجب الإمام. نعم.